لازم بديك ريفرنس بتاعك ايه عشان الزاوية. فهنا دي رسمة بتاعت الباشمهندسين، السورس كان ستار وكان الـ VA 100 انجل زيرو، واللود بتاعي كان دلتا، وما عنديش ترانسميشن لاين امبيدنس ولا جيريتور امبيدنس. طالب ان انا احسب الثلاث تيارات بتوع اللاينز والثلاث تيارات بتوع الفيزز. دي بالانس دي مش مهمسين، فجاست انك جبت تيار دي حلين، يا اما اشوف الجوردن ابلايد على الامبيدنس دي وهلاقيه في اي بي اللي هو في اي ناقص في بي، واروح اجيب التيار عليها. جاست اني جبت التيار هنا اقدر اجيب التيار هنا والتيار هنا. يبقى اول حل يا باشمهندسين ان انا بشوف الجهد بتاع الفيز بتاع اللود علاقته ايه بالجيريتور، فهلاقي عندي الجهد اللي هنا يا باشمهندسين هو نفسه الفي اي بي. يبقى الاول بروح اجيب الفي اي بي ده بيساوي ده كان بوزيتيف سيكونس، العلاقه بين اللاين فولتج والفيز فولتج، ان اللاين فولتج بيساوي جاز 3 من الفيز فولتج وسابقه بانجل 30، يعني الفي اي بي هيساوي الفي اي مضروب فيه جاز 3 وانجل 30 اللي هي هتساوي 100 جاز 3 انجل 30. جبت الفي اي بي يا باشمهندسين، اقدر اجيب التيار اللي هنا هسميه اي اي، التيار اللي هنا اي بي، التيار اللي هنا اي سي. يبقى اقدر دلوقتي اجيب الاي اي اللي بيساوي الفي اي بي على الزد ان اللي هو هيساوي 100 جاز 3 انجل 30 على 8 زائد جي 4. اقدر دلوقتي اطلع الاي اي هيطلع، لا اسف يا باشمهندسين، كان الجهد ده كانت زاويته 10 وعندي هنا ده زاويته 10، فهلاقي عندي هنا يا باشمهندسين دي هتبقى انجل 40، والانجل دي هتبقى 40. تمام يا باشمهندسين، هقسم يا باشمهندسين هيطلع الاي اي 19.37 انجل 13.43. جاست انك جبت التيار هنا تقدر تجيب التيارين الباقيين ازاي؟ احنا بنجيب الاي بي ده بيساوي الاي اي ومتاخر عنه بانجل 120، يعني اقدر اجيب الاي بي ده بيساوي اي اي وانجل 100 سالب 120 عشان ده كان بوزيتيف سيكونس، اللي هو هيساوي 19.37 انجل، لو طرحت 120 من دي هتطلع سالب 106 و 5.7. اروح اجيب الاي سي ده هيساوي الاي اي وانجل سالب 240، او هيساوي برضو الاي بي وانجل سالب 120. تمام يا باشمهندسين، وزي ما قلنا الاي اي او الاي بي لما هتاخدهم لازم تاخدهم بالزوايا بتاعتك، فهلاقي عندي هنا الاي سي بيساوي 19.37 انجل هطرح من دي 120 يبقى سالب 226.57 درجه. كده طلعنا التيارات بتاعت الفيزز. عايز دلوقتي اطلع تيارات اللاينز اللي هو الاي 1 والاي 2 والاي 3. انا عشان اجيب الاي 1 ممكن اقول انه بيساوي الاي اي ناقص الاي سي، او حاجه ثانيه طالما بالانسنج انا عارف العلاقه بين اللاين والفيز فولتج في الدلتا، التيار اللاين ده هيساوي تيار الفيز المقابل ليه مضروب في جاز 3 وانجل سالب 30 عشان ده كان بوزيتيف سيكونس. يبقى اقدر دلوقتي يا باشمهندسين اجيب الاي 1 ده بيساوي الاي اي مضروب في جاز 3 وانجل سالب 30 اللي هو هيساوي لو ضربت ده في جاز 3 الاي اي اللي هو 19.37 انجل 13.43 هيضرب فيه جاز 3 وانجل سالب 30، هيطلع الاي 1
بيساوي 22 8 6 انجل خمسة انجل سالب 16.57. طلعت يا باشمهندسين الاي 1 اقدر بعد كده اطلع الاي 2 والاي 3. الاي 2 يا باشمهندسين ده بيساوي الاي 1 مضروب فيه انجل كام؟ ايه علاقه الاي 2 بالاي 1؟ سالب 120. اقدر اطلع الاي 3 ده بيساوي الاي 1 انجل سالب 240 وهو نفس الاي 2 وانجل كام؟ سالب 120. تمام؟ هيطلع عندي هنا يا باشمهندسين الاي 2 بيساوي 3 3 5 5 انجل سالب 1 3 6 وين 5 7. الاي 3 سواء استخدمت القانون ده او القانون ده هيساوي 33 5 5 انجل سالب 2 5 6 وين 5 7 درجة. تمام يا باشمهندسين ولا في مشكلة في المسألة؟ سهلة ولا صعبة؟ طيب في حل تاني؟ صح. أنا أقدر يا باشمهندسين أحول الدلتا دي لستار، يعني هتكون بالمنظر ده كده. وبعد ما حولتها للستار بجيب الاول اللاين كارنت، بعده بجيب الفيس كارنت. يبقى لو حليناها بالحل الثاني يا باشمهندسين، العلاقه ما بين الزد ستار والزد دلتا ان انا لما بحول من دلتا الى ستار بقسم على 3. يبقى اقدر دلوقتي اجيب الزد ستار دي بتساوي 8 زائد جي 4 على 3. جاست انك تجيب الزد ستار اقدر اجيب الاي 1 ده بيساوي الفي اي على الزد ستار اللي هي بتساوي الفي اي كام؟ 100 انجل 10 على 8 زائد جي 4 على 3. لو انت حساب ده يا باشمهندس هتلاقي هيطلع لك نفس القيمه بالظبط اللي هي 33 5 5 انجل سالب 16 وين 5 7. بعد ما جبنا الاي 1 اقدر اجيب الاي 2 والاي 3 ان اطرح 120، بعد كده اطرح 120 يبقى الاي 2 بيساوي 33 5 5 انجل سالب 1 3 6 وين 5 7. اقدر اجيب الاي 3 3 3 5 5 انجل سالب 2 5 6 وين 5 7. يبقى انا طلعت الاول تيارات اللاينز، عايز اجيب منهم تيارات الفيزز. ايه العلاقه بين الفيز واللاين؟ ان تيار الفيز اللي هو الاي اي بيساوي تيار اللاين مقسوم على جذر 3 وسابق بانجل 30. تمام؟ يبقى مضروب في 1 انجل 30 على جذر 3. لو عكس اللي احنا عملناه هنا، تمام؟ هلاقي عندي هنا يا باشمهندسين ده بيساوي 33 5 5 انجل سالب 16 5 7 مضروب في 1 انجل 30 على جذر 3. هيطلع نفس القيمه اللي انا مطلعها هنا اللي هي 19 3 7 انجل 13.4 3. بعد ما طلعت الاي اي اقدر اطلع الاي بي انه بيساوي الاي اي وانجل سالب 120. هيطلع 19 3 6 انجل سالب 106 وين 5 7. الاي سي ده بيساوي 19 3 6 اطرح من دي 120 سالب 2 2 6 وين 5 7.
تمام. اي سؤال يا باشمهندسين؟ يبقى كده خدنا مسالتين، مساله الاسبوع اللي فات على الستار ستار، مساله دلوقتي على الستار دل، والاثنين زي ما قلنا كانوا بلبسه. نروح دلوقتي نشوف المساله اللي بعدها. المساله اللي بعدها هتبقى على الدلتا دلتا. باشمهندسين بتبقى المساله زي ما انت شايف كلاميه وبترسمها، او ممكن اديها لك مرسومه جاهزه، يعني ممكن كنت اديك رسمه واقول لك هات لي التيارات. برضه نفس الكلام في الانبالانس اللي هناخده ان شاء الله، غالبا بتبقى الدايره مرسومه، لكن ممكن برضه اجيبها لك كلاميه. نشوف المسألة بتاعة البالانس دلتا دلتا. كان عندي دلتا لود والزد بتساوي 20 ناقص جي 15، وكان عندي دلتا سورس اللاين فولتج بيساوي 330 انجل زيرو. ريكواير عايز الفيز اند لاين فاكس، وبيقول تيك الفي اي از ريفرنس. ارسمها ولا ملهاش لازمه؟ نرسمها. لو رسمناها يا باشمهندسين هيبقى عندي السورس بتاعي كان دلتا واللود كان دلتا، ومفيش زد للترانسميشن لاين ولا زد للجيري. بيقول لي خد الجهد ده يا باشمهندسين اللي هو البي اي ريفرنس، يعني ده هيبقى 330 انجل زيرو. يبقى على طول انا عارف ان ده هيبقى 330 انجل سالب 120، وده هيبقى 330 انجل سالب 240. بس ده لو كان بوزيتيف سيكونس. هل هو بوزيتيف سيكونس ولا نيجاتيف سيكونس؟ لو هو ما ادكش في المساله بناخدها بوزيتيف، لو ادك في المساله بتاخد زي ما هو مديها لك في المساله. فانا عندي هنا يا باشمهندسين دي كانت بوزيتيف سيكونس، كانت الزد هنا اي زد منهم ب 20 ناقص جي 15. طالب ان انا احسب الثلاث والاي بي تتحل ازاي يا باشمهندسين المساله دي؟ طالما ما عنديش زد للترانسميشن لاين على طول بحلها من غير ما احول للستار ولا اي حاجه. انا عارف يا باشمهندسين ان الجهد اللي هنا هو نفس الجهد اللي هنا، وانا عندي الامبيدنس دي اقدر على طول اطلع تيار الفيز. يبقى اقدر اطلع الاي اي سمول ده بيساوي البي اي على الزد اللي هي بتساوي البي اي 330 انجل زيرو على الزد 20 ناقص جي 15. هيطلع الاي اي بيساوي 13.2 انجل 36.87. طلعت الاي اي، اقدر منه اطلع الاي بي والاي سي. الاي بي هو نفس الاي اي متاخر بانجل 120، يبقى الاي بي بيساوي 13.2 انجل، لو طرحت من دي 120 هيطلع سالب 8.13. اقدر اطلع الاي سي هو نفسه الاي بي متاخر 120 او الاي اي متاخر 240، يعني 13.2 انجل سالب 203.13. تمام يا باشمهندسين، طلعت كده تيارات الفيسز. اقدر اطلع تيارات اللاينز. الاي 1 هيساوي كام؟ زي ما قلنا تيار اللاين بيساوي جزء 3 من تيار الفيز و
سالب 30 يعني متاخر عنه بانجل 30 يعني هيساوي اي اي مضروب في جذر 3 وانجل سالب 30 اللي هو هيساوي 13.2 انجل 36.87 مضروب في جذر 3 انجل سالب 30 هيطلع الاي 1 بيساوي 22.8 6 انجل 6.87 طلعت الاي 1 اقدر اطلع الاي 2 والاي 3 اخر 120 في كل مره يبقى الاي 2 بيساوي الاي 1 وانجل سالب 120 اللي هي هتساوي 22.86 انجل سالب 113.13 والاي 3 بيساوي الاي 1 انجل سالب 240 او الاي 2 انجل سالب 120 هتطلع 22.86 انجل سالب 3.13 درجة. زي ما قلنا يا باشمهندسين ممكن وانت بتحسب دي الآلة الحاسبة مش هتطلع لك الرقم ده، الآلة الحاسبة هتطلع لك 22.86 انجل 126.87 هتلاقي ده مش موجود في الاختيارات، اطرح او اجمع 360 عشان توصل للي موجود. سهله ولا صعبه؟ طيب نشوف مساله على اخر نوع اللي هو الدلتا ستار. اللون بتاعي كان ستار والزد كانت 40 زائد جي 50. السورس بتاعي كان دلتا وجهد اللاين هو نفسه جهد الفيز في الدلتا ب 210. بيقول خد الفي اي كارفرنس. طالب الفيز كارفرنس. بس ما عنديش الفيز كارفرنس دول بتوع الدلتا ولا بتوع الستار. خد بالك عشان الاثنين هيختلفوا عن بعض. احنا لو رسمنا الدايره يا باشمهندسين كان ده سورس دلتا. وكان اللود بتاعي ستار. كان الجهد بتاعي هنا قال لي ان جهد اللايت 210 وقال لي خد ده الريفرنس بتاعي. والسيكونس بتاعي كان بوزيتيف سيكونس. يبقى ده يا باشمهندسين هيبقى 210 انجل سالب 120 ده 210 انجل سالب 240. كان اللود عندي هنا 40 زائد جي 25. قال لي احسب الفيز كارنتس. انا في الامتحان هقول لك انا عايز انهي فيز كارنت، هل انا عايز الفيز كارنت بتاع اللود ولا الفيز كارنت بتاع السورس؟ عشان الاثنين مختلفين عن بعض. الفيز كارنت هنا يا باشمهندسين هو نفس اللاين كارنت اللي هو اي 1 واي 2 واي 3 اللي هو داخل هنا اي 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 بي اي سي. تمام؟ لكن الفيز كارنت هنا هيبقى عندي داخل الاي اي اخليه كابيتال عشان بتاع السورس ده كده الاي بي ده كده الاي سي. فطالما ما حددش في المساله هروح نحسب الاثنين. عشان اقدر احسبهم هعمل ايه يا باشمهندسين؟ ايه؟ هو في الدلتا ده عامل يا باشمهندس؟ قلنا بتعمل ايه يا باشمهندسين؟ انا ممكن اول حل احول الستار دي لدلتا واحلها زي المساله اللي فاتت دلتا دلتا بالظبط. اجيب الاول تيارات الفيزيس في الدلتا بعد كده اجيب تيارات اللاين وهي نفسها تيارات الفيزيس في الستار. ده الحل الاولاني. الحل الثاني ان احول السورس ده لستار واحلها ستار ستار. تمام يا باشمهندسين؟ تحبوا نحل انهي الاول؟ نخليها ستار ستار. لو حولنا ده لستار يا باشمهندسين هيبقى الجهود بتاعتي بالمنظر ده كده.
الجهد هنا هيبقى كام؟ الجهد بتاع الفيزري هيبقى كام؟ العلاقه بين اللاين فولتج والفيز فولتج ان الفيز فولتج بيساوي اللاين فولتج على جس 3 وانجل سالب 30 عشان كان بوزيتيف سيكونس. يبقى انا عندي دي هتبقى 210 على جس 3 وانجل سالب 30، وده بس اللي يهمني دلوقتي. انا التانيين ما يهمونيش عشان انا بقدر اجيب الاي بي والاي سي منهم. او لو انت عايز اكتبهم برضو واحسب الاي بي انه بيساوي الفي بي على الزد بي. يبقى ده مش مهندسين هيبقى 210 على جس 3 انجل سالب 150، ده هيبقى 210 على جس 3 انجل سالب 207. دي الدلتا بتاعتي. او ده الستار. قلنا يا باشمهندسين في حاله البالانسد ما يهمنيش ان اوصل لنيوترال. كده كده التيار في النيوترال بيساوي زيرو، فسواء موجود او مش موجود ملوش اي لازمه. تمام؟ طيب جاست لما تجيب ده انا اقدر اجيب تيارات اللاين اللي هو الاي 1 والاي 2 والاي 3. الاي 1 ده بيساوي الفي اي، بس خد بالك الفي اي في الستار. يبقى انا عندي الاي 1 بيساوي 210 على جس 3 انجل سالب 30 على الزد ستار 40 زائد جي 25. جبنا الاي 1 هيطلع الاي 1 بيساوي 2.57 انجل سالب 62.01. جبت الاي 1 اقدر اجيب منه الاي 2 والاي 3. او لو انت عايز ما تجيبوش من الاي 1، روح قول ان الاي 2 ده بيساوي الجهد على الامبيدنس برضه اللي هي 210 على جذر 3 انجل سالب 150 على 40 زائد جي 25. هي نفسها لو انت قلت ان هو نفسه الاي 1 وانجل سالب 120. 2.57 انجل سالب 1.8 2.01. اقدر اجيب الاي 3 انه بيساوي الفي سي على الزد، او هو نفسه الاي 1 انجل سالب 240 او الاي 2 انجل سالب 120. يبقى الاي 3 بيساوي 2.57 انجل سالب 302.1. كده انا طلعت الثلاث تيارات بتوع اللاين وهم نفسهم تيارات الفيزز في الستار. لو هو طالب تيارات الفيزز في الدلتا الاي ايه هيساوي كام؟ الاي ايه ده هيساوي كام؟ ايه علاقه الاي ايه ده بالاي 1؟ اي 1 على جس 3 والزاويه موجب 30، عشان احنا قلنا ان اللاين هو اللي متاخر. يبقى الفيز ثابت. يبقى انا اقدر اجيب الاي انه بيساوي الاي 1 في انجل سالب انجل 30 على جذر 3. اقدر من هنا يا باشمهندسين اطلع الاي ايه هيطلع 1.48 انجل سالب 3.2.1. منه اقدر اطلع الاي بي اطرح 120 يبقى 1.48 انجل سالب 1.52.1. الاي سي بيساوي 1.48 انجل سالب 2.72.1. هو الرقم الأخير ده صح؟ أنا مطلعه هنا 87.99 صح.
انت لو جمعت 360 على ده هتلاقي نفس الكلام. ده اول حل يا باشمهندسين ان انا حولت لي ستار ستار. الحل الثاني ان همسك اللود بتاعي اخليه دلتا، وهجيب الاول تيارات الفيز في الدلتا. يبقى الحل الثاني يا باشمهندسين همسك اللود بتاعي اخليه دلتا، عشان احول من ستار لدلتا بعمل ايه يا باشمهندسين؟ بقسم على 3. يبقى انا عندي هنا هيبقى 40 زائد جي 25 على 3، تمام؟ وعندي السورس زي ما هو دلتا. هروح اطلع التيارات بتاعه الفيزز الاول اللي هو هنا هيبقى الاي اي، هنا الاي بي، هنا الاي سي. وعندي تيارات اللاينز اللي هي جايه، هيبقى عندي هنا ده اي 1 اي 2 اي سي. عشان اطلع الاي اي يا باشمهندسين، الاي اي ده هيساوي الجهد اللي هنا اللي هو نفسه الجهد ده 210 اللي هو الفي اي بتاع الدلتا انجل 0 على 40 زائد جي 25 على 3. هيطلع الاي اي بيساوي هي على ولا فيها يا باشمهندسين؟ انا بحول دلوقتي من ستار لدلتا، يبقى في 3 مش على 3. لخبطوش الدنيا، يبقى 3 في الكلام. يبقى من دلتا لستار هي اللي بقسم على 3، من ستار لدلتا بضرب في 3، يبقى هنا مضروبه في 3. هيطلع الاي اي بيساوي واحد بوينت أربعة ثمانية أربعة أنجل سالب ثلاثة اتنين بوينت أول. هو نفس الأي إيه هنا؟ تمام. طيب طلعت الأي إيه، أقدر أطلع الأي بي اللي هو نفسه الأي إيه متأخر بأنجل 30 وأنجل سالب 120، يبقى سالب واحد خمسة اتنين بوينت أول. الاي سي بيساوي 1.484 انجل سالب 272 بوينت اوفر. بعد ما طلعت تيارات الفيزز في الدلتا، انا عايز اطلع تيارات الفيزز في الستار. قلنا تيارات الفيزز في الستار هي نفسها تيارات اللاين، يبقى اروح اطلع تيارات اللاين دي وهي نفسها الفيزز بتاعت الستار. يبقى الاي 1 ايه علاقته بالاي ايه يا باشمهندسين؟ نضرب كذا 3 وانجل سالب 30، يبقى الاي 1 بيساوي الاي اي مضروب فيه كذا 3 انجل سالب 30. هيطلع بيساوي نفس القيمه اللي انا مطلعها 2.57 انجل سالب 62.01. الاي 2 هاخر ده ب 120 2.57 انجل سالب 182.01. الاي 3 2.57 انجل سالب 302.01. يبقى كده يا باشمهندسين خدنا اربع مسائل على الاربع توصيلات. توصيله الستار ستار خدناها المحاضره اللي فاتت، خدنا في بدايه المحاضره توصيله الدلتا الستار دلتا، بعد كده خدنا دلتا دلتا، بعد كده خدنا دلتا ستار. خد بالك ان التلات امثله اللي انا قلتهم النهارده ما فيهمش زد ترانسميشن لاين. تعالوا ناخد دلوقتي امثله لو عندي زد ترانسميشن لاين وعندي اللود برضو والسورس بالانس. تمام؟ فمش هتتعاد. وكده كده هتلاقي نفسك طالما عندك ترانسميشن لاين لازم هتحول لستار ستار. فاكيد لازم هنستخدم الستار ستار في اي توصيلات احنا هنعملها. السورس بتاعي كان ستار، وكان جهد الفيس 120 فولت، وكان وسط بسيكونس. الجنريتور ده ليه انترنال امبيدنس قيمتها 0.2 زائد جي 0.5 اوم بير فيس. اللود بتاعي كان دلتا، وكانت الزد بتاعت الدلتا
118.5 زائد جي 85.8 من 10 اوم بيرفيز. والترانسميشن لاين امبيدنس ان 0.3 زائد جي 0.9. بيقول خد ال VA كريفرنس، احسب لي اول حاجه اللاين كارنتس، ثاني حاجه الفيز فولتجز ات ذا لود، عايز جهد الفيز بتاع اللود، بعد كده الفيز كارنت بتاع اللود، واللاين فولتج ات جنريتور تيرمينز. لو احنا رسمنا المساله يا باشمهندسين هتبقى بالمنظر ده كده، كان السورس بتاع ستار وكان السورس دي انترنال امبيدنس. بعد كده عندي ترانسميشن لاين كان ليه برضه امبيدنس، بعد كده اللود بتاعي كان دلتا. لو كتبنا الارقام هلاقي عندي يا باشمهندسين ده كام؟ قال لي خد ال VA ريفرنس وده ال VA، فهيبقى ده عباره عن 120 انجل 0. اقدر اقول ان ده 120 انجل سالب 120، ده 120 انجل سالب 240. عندي يا باشمهندسين الزد بتاعت الجنريتور 0.2 زائد جي 0.5. الزد بتاعت الترانسميشن لاين كانت 0.3 زائد جي 0.9. الزد بتاعت اللود كانت 118.5 زائد جي 85.8. زي ما قلنا يا باشمهندسين طالما عندك امبيدنس للترانسميشن لاين يبقى المسألة دي ما ينفعش تتحل إلا لو حولتها ستار ستار. يبقى أنا عندي السورس بتاع ستار زي ما هو مش هيحصل فيه أي حاجة. يبقى أمسك اللود وأحوله لستار. التحويل من دلتا لستار بنضرب ولا بنقسم؟ يبقى من دلتا لستار هنقسم. يبقى أنا هرسم دلوقتي يا باشمهندسين جوه دي لستار. وهحل دلوقتي على التوصيل للستار ستار. ناخد بالنا هلاقي الزد عندي هنا لو قسمت على 3 هتطلع ب 3.5 زائد جي 2.8.6. طلعت يا باشمهندسين الامبيدنس دي وعندي الامبيدنس دي والامبيدنس دي، بجمع التلاتة على بعض واطلع الامبيدنس بير فيس، يعني هطلع الزد فيس زي ما طلعنا المرة اللي فاتت. الزد فيس دي بتساوي الزد لاين بعد ما تحول لستار، الزد لود بعد ما تحول لستار زائد الزد ترانسميشن لاين زائد الزد جي. لو جمعت التلاتة دول على بعض اللي هي 3.5 زائد جي 2.8.6 زائد 0.3 زائد جي 0.9 زائد 0.2 زائد جي 0.5 هتطلع الزد بير فيز بتساوي 40 زائد جي 30. طلعت دلوقتي الزد اقدر اطلع التيارات. هطلع الاول يا باشمهندسين تيارات اللاين اللي هي الاي 1 والاي 2 والاي 3 اللي هي نفسها تيارات الفيزز في الستار اللي انا حولتها. دي اي اي ده كده اي بي ده اي سي. عشان ما تتلخبطش لو عايز تعمل اي اي ستار اي بي ستار اي سي ستار، عشان في الدلتا لما نيجي نقول الاي اي والاي بي والاي سي هتحصل لخبطه. تمام؟ طيب عشان اطلع الاي اي او الاي 1 هلاقي ان الاي 1 اللي هو نفس الـ IA ده بيساوي الـ VA على الـ Z phase اللي هي هتطلع بتساوي الـ VA كان 120 أنجل 0 على الـ Z phase 40 زائد J 30 اللي هي هتطلع بتساوي 2.4 أنجل
سالب 3 6 وين 8 7. طلعت الاي هو عايز اللاين كارنت ولا اللاين كارنتس؟ كارنتس. يبقى هو محتاج الثلاثة. انا طلعت 1 اقدر اطلع منه 2 ل 3. اي 2 بيساوي 2.4 اندل سالب 1 5 6 وين 8 7. هروح اطلع الاي 3 بيساوي 2.4 انجل سالب 2 7 6 بوينت 8 7. كده طلعت الثلاث تيارات. المطلوب الثاني طالب الفيز فولتج اد ذا لود. عايز الفيز فولتج بتاع اللود. يعني هو يقصد ايه دلوقتي؟ هو عايز الفيز فولتج بتاع اللود الاصلي اللي هو كان الدلتا. يعني انا عايز اجيب الفيز فولتج هنا. عشان اجيب الفيس فولتج هنا عندي حلين. اول حل ان اقدر اجيب الجهد ده والجهد ده اجمعهم على بعض طلعت الجهد ده. تمام؟ او انا لو طلعت الجهد ده يا باشمهندسين انا عارف العلاقه ما بين الجهد ده والجهد ده. انا بحول من فيس للاين. تمام يا باشمهندسين؟ يبقى انا دلوقتي اقدر اطلع الجهد اللي هنا اللي هو ال في ايه في الستار. يبقى ال في ايه في الستار يا باشمهندسين هيساوي كام؟ ال في ايه في الستار؟ ال في ايه وهو متوصل الستار ده بيساوي الاي ايه بتاع الستار مضروب في الزد الستار. تمام؟ اللي هو هيساوي الاي ايه ستار كام؟ هو نفسه الاي 1 2.4 انجل سالب 3 6 بوينت 8 7 في الزد لاين ستار اللي هي بتساوي 3 9 ونص زائد جي 2 8 و6 من 10. اقدر دلوقتي اطلع ال في اي في الستار هيطلع بيساوي 117 بوينت او 4 انجل سالب بوينت 9 6. اقدر اطلع ال في بي في الستار وال في سي انا مش محتاجهم. ليه؟ عشان هو عايز الجهد هنا. انا اقدر اجيب الجهد هنا من الجهد ده ازاي؟ العلاقه بين اللاين والفيز انه بيساوي ال في اي في الستار مضروب في جذر 3 وانجل 30 ولا سالب 30؟ 30 بوزيتيف يبقى انجل 30. يبقى اقدر على طول اروح اجيب ال في اي دلتا اللي هو هيبقى هنا يا باشمهندسين ده ال في اي دلتا معايا. يبقى ال في اي دلتا ده بيساوي ال في اي ستار مضروب فيه جذر 3 وانجل 30 اللي هو الفيز بتاع الدلتا هو نفسه اللاين بتاع الستار. يعني انت بالظبط كانك بتجيب اللاين بتاع الستار اللي هو هيساوي 117 بوينت او 4 انجل سالب بوينت 9 6 مضروب في جذر 3 وانجل 30 هيطلع بيساوي 202 بوينت 72 انجل 2 9 بوينت او 4. طلعت الفي ايه في الدلتا هو طالب الفيز فولتجز. يعني عايز برضه الفي بي والفي سي. يبقى الفي بي في الدلتا بيساوي 202 7 2 انجل لو طرحت من دي 120 هيديني سالب 90.9 6. عايز الفي سي في الدلتا بيساوي 202 7 2 انجل سالب 210 9 سيب. نشوف المطلوب التالت. عايز الفيز كارنت بتاع اللود. الفيز كارنت بتاع اللود يعني هو عايز هنا الاي اي دلتا والاي بي دلتا والاي سي دلتا. اقدر اطلعه ازاي؟
ايه؟ صح. عندي اول حل الباشمهندس قاله انا جبت الجهد اللي هنا، لو انا قسمته على الزد بتاعت الدلتا جبت التيار. او حالتين، ان انت عندك الاي 1، نجيب علاقه بين الاي 1 والتيار ده، ان التيار ده بيساوي تيار اللاين مقسوم على جذر 3 وانجل موجب 30. تمام يا باشمهندسين؟ يبقى انا عندي هستخدم اول حل قاله الباشمهندس ان انا هجيب الاي اي دلتا اللي بيساوي في اي دلتا على الزد لاين دلتا، اللي هي هتساوي 202.72 انجل 29.04 على الزد لاين دلتا، الزد لود دلتا 118.5 زائد جي 85.8. ده الحل الاول. او الحل الثاني ان اجيب الاي اي دلتا انه بيساوي الاي 1 في انجل 30 ولا سالب 30؟ موجب 30، عشان اللاين هو اللي متاخر، يبقى الفيس ثابت على جاز 3. سواء استخدم ده او استخدم ده هتلاقي التيارات بتاعتك بتساوي 1.3856 انجل سالب 6.87 درجة. حد يشيك على دي يا باشمهندسين؟ احنا لو خدنا الاي 1 جمعنا عليه زاويه 30 هتبقى صح. طيب طلعت الاي اي دلتا، ده هو عايز الفيس كارنتس. الفيس كارنتس يعني عايز الاي بي دلتا والاي سي دلتا. الاي بي دلتا بكام؟ هو نفس الاي اي دلتا لكن هنأخر 120، يبقى هيساوي 1.3856 انجل سالب 1.26.87 1.3856 انجل سالب 2.46.87. كده طلعت الثلاث تيارات بتوع الدلتا. اخر مطلوب طالب اللاين فولتج ات جنريتور تيرمينكس، يعني عايز الجهد هنا يا باشمهندسين. ال V A B داش هجيبه ازاي؟ صح، هجيب ال V A داش الأول إنه بيساوي ال V A ناقص ال I 1 مضروب في الزد جي، أو حاجة تانية إنه بيساوي ال I 1 مضروب في الزد لود ستار زائد الزد ترانسميشن لاين. ده ممكن تستخدم واحد وتشيك بالتاني. بعد ما تجيبه حول من فيز دي لاين. يبقى انا عندي هنا يا باشمهندسين اروح اجيب ال في اي داش اللي هو الفيز فولتج ات جنريتور ترمينال، يبقى ال في اي داش بيساوي ال في اي ناقص الاي 1 او الاي اي ستار مضروب في الزد جي، او ممكن احسبه بطريقه تانية انه بيساوي الاي 1 مضروب في الزد تي ال زائد الزد لود ستار. سواء حليت بده او حليت بده الاثنين صح. زي ما قلنا ممكن تستخدم واحد وتشيك بالتاني. لو هيساوي الفي اي كان ب 120 انجل 0 ناقص الاي 1 2.4 انجل سالب 36.87 مضروب في بوينت 2 زائد جي بوينت 5، وهي هيها. لو قلت انه بيساوي 2.4 انجل سالب 36.87 مضروب في بوينت 3 زائد جي بوينت 9 زائد 3.95 زائد جي 2.8.0.
هيطلع ال في اي داش بيساوي 118.9 انجل سالب 0.32. وخد بالك ان ال في اي داش بيبقى قيمته قريبه جدا من ال في اي عشان الزد جي بتبقى صغيره جدا والزاويه بتبقى قريبه من زاويه ال في اي. زاويه ال في اي 0 هنا سالب 0.32. تمام؟ جبنا ال في اي داش، اقدر اجيب ال في بي داش والبي سي داش، ما يهمونيش في اي حاجه. انت ما تجيبش الحاجات اللي مش مطلوبه، لو هو طالب اللاين فولتجز. انت جاست انك جبت الفيس فولتج تقدر تجيب منه اللاين فولتج ان ال في اي بي داش بيساوي، ايه علاقته بالفي اي؟ يبقى بيساوي الفي اي داش مضروب في جذر 3 وانجل 30 عشان كان بوزيتيف سيكونس، اللي هو هيساوي 118.9 انجل سالب 0.32 مضروب في جذر 3 انجل 30، هيطلع الفي اي بي داش بيساوي 205.94 انجل 29.68. وهتلاقي الفي اي بي داش قريب من الفي اي بتاع الدلتا. تمام؟ عشان هتلاقي الفولتج دروب بس في الحته دي، لكن الجهد هنا هيبقى قريب جدا من الجهد اللي هنا. اقدر اطلع الفي بي سي داش، ناخد ده اطرح منه 120.205.94 انجل سالب 90.32. الفي سي اي داش بيساوي 205.94 انجل سالب 210.32. ما فيها مسألة ولا فيها مشكلة يا باشمهندسين؟ سهلة ولا صعبة؟ مسألة بطريقة تانية. في الحتة اللي أنت بتحسب فيها الـ VA بتاع الدلتا، اللي هي نقدر نغير الحل بتاعنا من أول هنا. أنت بعد ما حسبت الجهد اللي هنا، بدل ما تروح الجهد تجيب الجهد اللي هنا، ما أنت طالما عارف التيار هنا، كنا نقدر نجيب الـ IA بتاع الدلتا. معايا؟ يبقى إحنا بعد ما جبنا الـ I1 أقدر منه أجيب الـ IA بتاع الدلتا. بعد ما جبت الـ IA بتاع الدلتا، لو ضربت الـ IA بتاع الدلتا في الزد دلتا هيطلع لك الجهد بتاع الدلتا. يعني عكس اللي احنا عملناه، احنا اللي عملناه هنا اننا جبنا الجهد وقسمناه على الامبيدنس. لكن انت كنت تقدر تجيب التيار على طول من هنا، بعد كده تضربه في الامبيدنس تجيب الجهد اللي هنا. اي سؤال يا باشمهندسين؟ نشوف المسألة اللي بعدها. كده مش هنلحق ناخد الان بالانس. السورس بتاعي ده كان نيجاتيف سيكونس، كان الانترنال امبيدنس بتاعت الجنريتور 0.081 1.8 زائد جي 0.162 امبير فيز، كان اللاين فولتج بتاع الجنريتور او بتاع السورس 600 فولت، وبيقول خد الفي اي كريفرنس. اللود بتاعي كان ستار، وكانت الزد 7.92 ناقص جي 6.35 اوم بير فيز، وكان الترانسميشن لاين اللي واصل بينهم الامبيدنس بتاعته 0.074 زائد جي 0.296 اوم بير فيز. طالب اول حاجه احسب اللاين فولتجز اب ذا لود، بعد كده اللاين كرنتس الفيز كرنتس اوف ذا سورس، بعد كده عايز اللاين فولتجز اب ذا تيرمينال اوف ذا سورس. نرسم المساله ولا مش لازم؟ ارسم ولا مش لازم؟ نرسم. لو رسمنا يا باشمهندسين هيبقى ده عندي السورس، ناخد بالنا ان السورس بتاعي دي انترنال امبيدنس،
متوصل من خلال ترانسميشن لاين ب ستارت لود. نكتب القيم بتاعتي يا باشمهندسين. كان عندي الزد جي بوينت او 1.8 زائد جي بوينت 1.62. كان الجهد بتاعي اللاين فولتج ب 600 وقال لي خد الفي اي ريفرنس. يبقى انا عندي ليه يا باشمهندسين 600 انجل زيرو. بعد كده الزد بتاعت الترانسميشن لاين كانت 0.074 زائد جي 0.296. الزد بتاعت اللود كانت 0.992 ناقص جي 6.35. ده الشكل بتاعي. طالب اول حاجه اللاين فولتج ات ذا لود، يعني عايز الجهد هنا يا باشمهندسين. عشان اجيب الجهد اللي هنا هعمل ايه؟ زي ما قلنا طالما عندي ترانسميشن لاين امبيدنس وجنريتور امبيدنس لازم احول الدلتا دي لستار. لما احول الدلتا دي لستار هرسمها جوه كده. لما باجي احول يا باشمهندسين هلاقي الفيس فولتج هنا بكام؟ الفيس فولتج ده بيساوي اللاين فولتج مقسوم على جذر 3 وانجل سالب 30 ولا 30؟ ايه؟ نيجاتيف سيكونس. في النيجاتيف سيكونس بيبقى اللاين فولتج متاخر بانجل 30، يبقى الفيس فولتج سابق بانجل 30. يبقى انا عندي هنا يا باشمهندسين الجهد ده لو كتبناه هيبقى 600 على جذر 3 انجل 30. تمام؟ طيب الامبيدنس دي بكام؟ دلوقتي بحول من دلتا الى ستار. نقسم على 3 ولا نضرب في 3؟ نقسم على 3. لو قسمنا ده على 3 هيديني 0.006 زائد جي 0.054. تمام يا باشمهندسين؟ واحلها ستار ستار. طيب انا اقدر دلوقتي بعد ما حولت اجيب اول حاجه الزد بيرفيز. يبقى انا عندي الاول الزد جي ستار بيساوي الزد دلتا على الزد جي دلتا على 3 اللي هي 0.006 زائد جي 0.054. بعد كده بطلع الزد بيرفيز اللي هي بتساوي الزد جي ستار زائد الزد تي ال زائد الزد لود ستار. لا لو جمعتهم على بعض يا باشمهندسين هيديني 8 ناقص جي 6. طلعت الزد. اقدر دلوقتي نفس الخطوات اللي عملتها في المساله اللي فاتت اطلع التيار اللي هو الاي 1 وهو نفسه الاي اي. ده بيساوي الفي اي ستار. خد بالك انه هيساوي الفي اي ستار مش الدلتا مقسوم على الزد بيرفيز. لو هيساوي الفي اي ستار كام؟ ب 600 على جذر 3 وانجل 30.
على 8 ناقص جي 6. هيطلع الاي 1 بيساوي 3 4 6 4 انجل 66.87. طلعت الاي 1، اقدر اطلع الاي 2 والاي 3. الاي 2 هيساوي كام؟ الاي 1 وانجل 120. ليه موجب 120؟ دي نبروزها كده عشان كل ما هنيجي نجمع، كل ما هنيجي نحول لازم نستخدم هل موجب ولا ساوي. فدي هلاقيها بتساوي 3 4 6 4 انجل 1 8 6.87. اقدر اطلع الاي 3. الاي 3 ده بيساوي الاي 1 انجل 240 او اي 2 وانجل 120، اللي هي هتطلع 3 4 6 4 انجل 3 او 6.87. كده طلعت التلات تيارات. هو مش عايز التيارات، لا هو محتاجهم في المطلوب التاني. ما احنا طلعناهم دلوقتي اللاين كارتز، وعايز اللاين فولتج عند اللود. اللاين فولتج عند اللود بيساوي كام؟ بعد ما طلعت التيارات دي اروح الاول احسب الفيز فولتج عند اللود. يعني اروح احسب الفي اي ده بيساوي الاي 1 في الزد ان، اللي هي بتساوي الاي 1 كام؟ 3 4 بوينت 6 4 انجل 6 6 بوينت 8 7 مضروب في الزد ان اللي هي 7 9 2 ناقص جي 6 بوينت 3 5. هيطلع الفي اي بيساوي 3 5 1.6 5 انجل 2 8 بوينت 1 5. طلعت الفي اي، اقدر اطلع البي والسي، مش محتاجهم في اي حاجه. انا عايز دلوقتي اطلع اللاين فولتج. يبقى البي اي بي عند اللود بيساوي كام؟ ايه علاقته بالفي اي؟ هيبقى عندي بيساوي الفي اي مضروب فيه جذر 3 وانجل 120. ايه انت بتحول دلوقتي من فيز للاين؟ انجل سالب 30 عشان كان نيجاتيف سيكونس، اللي هي هتساوي 3 5 1 بوينت 6 5 انجل 2 8 بوينت 1 5 مضروبه في جذر 3 انجل سالب 30. هيطلع البي اي بي بيساوي 609 بوينت او 7 8 انجل سالب 1 بوينت 8 5. الفي اي بي اقدر اطلع الفي بي سي بيساوي، ايه علاقه الفي بي سي بالفي اي بي؟ 120 موجب 120. يبقى انا عندي بيساوي في اي بي وانجل 120 عشان نيجاتيف سيكونس، اللي هو هيساوي 609.07 8 وانجل 118.15. اقدر اطلع البي سي اي اللي بيساوي الفي اي بي وانجل 240 او الفي بي سي وانجل 120، اللي هي هتطلع 609.07 8 انجل، لو جمعنا 120 يبقى 2 3 8.15. كده طلعنا اول مطلوب وثاني مطلوب. بعد كده عايز الفيز كارنتس اوف ذا سورس، يعني عايز تيارات الفيزز اللي خارجه من السورس، اللي هي فين يا باشمهندسين؟ اللي هو هنا اي اي كابتن، اي بي كابتن، اي سي كابتن. يطلعوا ازاي؟
ايه؟ صح، انا عندي تيار اللاين، اقدر من تيار اللاين اجيب منه تيار الفيز. يعني اقدر اقول ان الاي اي كابتن ده بيساوي الاي 1، هو هيبقى مقسوم على جهاز 3 معروف. الزاويه بتاعتي موجب 30 ولا سالب 30؟ وفي حاله النيجاتيف سيكونس اللاين بيكون سابق بانجل 30، يبقى الفيز متاخر بانجل 30. يبقى انا عندي انجل سابق 30 على جهاز ثاني. تمام يا باشمهندسين؟ هيطلع عندي الاي اي بيساوي 20.20 انجل 3.6.8 سم. طبعا لو واحد بيفكر هيقول ما انا اقدر اجيب الاي اي ده انه بيساوي البي اي على الزد دي، صح؟ غلط طبعا. غلط، انت كده هتطلع التيار بحاجه يعني ما فيش اي حاجه تستحملها. هنا يا باشمهندسين ما ينفعش تقول ان البي ان الاي اي ده بيساوي البي اي على الزد دي بس. طلعت الاي اي اقدر اطلع لو عايز الكرنتس الاي بي انه بيساوي ايه علاقه الاي بي بالاي اي؟ هو وزاويه موجب 120، يبقى اي اي وانجل 120 اللي هي هتساوي 20 انجل 1.5.6.8.7. الاي سي بيساوي اي اي وانجل 240 يعني 20 انجل 2.7.6.8.7. تمام يا باشمهندسين؟ طيب اخر حاجه عايز اللاين فولتجز ات جنريتور اوف ذا سورس. عايز اللاين فولتج. اللاين فولتج هنا اللي هو عايزه في الحته دي بالظبط. عشان احسبه يا باشمهندسين ده بيساوي، اقدر احسبه بطريقتين، انه بيساوي الفيز فولتج بتاع الدلتا ناقص التيار ده في الزد جي. ده اول حاجه. الحل الثاني ان اروح احسب الفيز فولتج بتاع الستار اللي هو هنا، انه بيساوي الفي اي ناقص الاي 1 مش الاي اي مضروب في الزد جي ستار. بعد ما احسبه اروح اجيب اللاين بتاعه. تمام؟ يبقى انا عندي هنا يا باشمهندسين اقدر اول حاجه عشان احسب اللاين فولتجز ات جنريتور ترمينال ان اقول ان الفي اي بي داش ده بيساوي، هسمي ده الفي اي بي داش او هو نفسه الفي اي لو انا معتبره دلتا، ده بيساوي الجهد بتاع الدلتا اللي هو 600 انجل 0 ناقص التيار الاي اي اللي انا مطلعه 20 انجل 3.6.8.7 مضروب في الزد دلتا اللي هي بوينت او 1.8 زائد جي بوينت 1.6.2. ده اول حل. هيطلع يا باشمهندسين لو حد معاه حاسبه يشيد دلوقتي عليه. لو حد معاه حاسبه يشوف هتطلع بكام دي. هل هتطلع ب 601.66 انجل سالب بوينت 2.7 درجه ولا لا؟ عشان انا ما شيكتش عليه. بسيبك من الناس تشيك، تعالوا نجيبها بالطريقه الثانيه. ولا قبل ما نجيبها بالطريقه الثانيه تعالوا نجيب الفي بي سي والفي سي اي وبعد كده نشوف الطريقه الثانيه. الفي بي سي داش بيساوي ايه العلاقه ما بين الفي بي سي والفي اي بي؟ هو لكن هنجمع 120 يبقى 601.66 انجل 119.73. الفي سي اي داش بيساوي 601.66 انجل 2.3
9.7 3. ده الحل الأول. الحل الثاني يا باشمهندسين زي ما قلنا أقدر أروح أجيب الفي فيز بتاع الستار، يعني الفي اي داش بيساوي الفي اي ناقص الاي 1 في الزد جي ستار، اللي هو هيساوي الفي اي كان ب 600 على جذر 3 وانجل 30 ناقص الاي 1 3 4.64 انجل 66.87 مضروب في الزد جي ستار اللي هي بوينت 006 زائد جي بوينت 054 هيطلع بيساوي. حد شايك ولا لسه؟ ده كله بتشايكوا؟ ده هيطلع يا باشمهندسين 3.47.37 انجل 2.9.73. طلعت دلوقتي اللي هو الفيز فولتج ايه جيريتو التيرمينال في حاله الستار. عايز دلوقتي يا باشمهندسين اجيب اللاين، يبقى الفي اي بي داش ايه علاقته بالفي اي داش؟ انه بيساوي الفي اي داش مضروب في جذر 3 وانجل سالب 30. لو رحت احسبها يا باشمهندس يبقى الفي اي بي داش بيساوي الفي اي داش اللي انا مطلعه كان بكام؟ 3.47.37 انجل 29.73 مضروب في جذر 3 وانجل سالب 30. هتلاقي يطلع لك انجل سالب 0.27 صح. لسه ما شيكتوش؟ شيك؟ طلعت صح؟ طيب اي سؤال يا باشمهندسين؟ اي سؤال؟ في مسألة كان الاي لاين بيساوي 15 امبير، الاكتف باور كتوتال اللي بيسحبها اللود ده بيساوي 11 كيلو وات، الابيرنت باور كتوتال كانت 15 كي في. طالب اول حاجه ان نحسب الفيز فولتج بتاع الستار، اللاين فولتج، الرياكتف باور، قيمه الار والاكس او الامبيدنس بتاع اللود ده. اللود ده يا باشمهندسين عندي المنظر ده كده، المعطيات كام عندي؟ التيار ده كان 15 امبير، وكان عندي التوتال باور والتوتال ابيرنت باور. طالب ان احسب الجهد هنا ك فيز وكلاين، يتحسب ازاي؟ اقدر احسبه ازاي؟ اقسم ايه؟ تمام. في اي بس ده مش هيديني الاكتف باور، ده بيدي الابيرنت باور. انا ممكن يا باشمهندسين اسهل حل، انا عندي الابيرنت باور، انا عارف العلاقه ان الاس توتال بيساوي جذر 3 في لاين في الاي لاين، صح ولا غلط؟ او بتساوي 3 في فيز في الاي فيز، وانا عارف في الحاله دي انه كان ستار كونكتد، الاي لاين هو نفسه الاي فيز. يبقى انا اقدر من هنا يا باشمهندسين اقول ان 15000 بيساوي جذر 3 في 15 في لاين. اقدر من هنا اطلع الفي لاين. بعد ما طلعت الفي لاين اقدر اطلع الفي فيز بيساوي الفي لاين على جذر 3.
او اقدر اطلع الفي فيز بالطريقه الثانيه، ان اجي اروح كاتب ان الاس توتال بيساوي 3 في فيز في الاي فيز. يعني انا عندي هنا 15000 بيساوي 3 في 15 في فيز. تمام يا باشمهندسين؟ هلاقي عندي هنا الفي لاين بيساوي 5.7735 فولت، الفي فيز بيساوي 3.33 فولت. طلعت اول مطلوبين في المساله. بعد كده عايز الكيو لابيرنت باور تيجي ازاي؟ ايه؟ لا خد بالك ان انت عندك بيبقى جي، انا عندي يا باشمهندس الاس بيساوي بي زائد جي كيو، فانت ما ينفعش تقول ان كيو بيساوي اس ناقص بي، يعني استحاله انها تطلع 4000، لكن تقدر تقول ان انا عندي الكيو بيساوي الجذر التربيعي ل اس سكوير ناقص بي سكوير. لو خدناها كماجنتيودز اللي هي اقدر اطلع الكيو انها بتساوي الجذر التربيعي ل 15000 سكوير ناقص 11000 سكوير، اللي هي هتطلع الكيو بتساوي 10.198 كيلو فولت. تمام؟ هل عنده او يقدر يجيب الكيو بطريقه ثانيه؟ ممكن نجيب الزاويه. انا عندي البي والاس، اقدر اجيب كوزاين فاي ده بيساوي البي على الاس، يعني الفاي بيساوي كوزاين ماينس 1 البي على الاس، يعني كوزاين ماينس 1 11 على 15. هتطلع الزاويه بتساوي 4.2.833 درجه. طلعت الفاي، بعد ما طلعت الفاي اقدر اطلع الكيو؟ اقدر اطلع الكيو بطريقتين. اقدر اقول ان الكيو بيساوي الاس ساين الفاي، او القانون الثاني مش عارف انتوا خدتوه ولا لا، انها بتساوي البي تان الفاي. سواء ده او خدتوا القانون الثاني ده اللي كيو بيساوي البي تاني الفاي، سواء ده او ده، هتلاقي برضو الكيو هتطلع بنفس الرقم ده اللي هو 10.198 كيلو فولت. عايز الار والاكس. انا دلوقتي عرفت الجهد بتاع الفيز وعندي تيار الفيز، اقدر اجيب الار والاكس ازاي؟ ايه؟ هجيب الزد. الزد بتساوي الفي على الاي، بس لو خدت بالك ده الفي فيز والاي فيز، خد بالك ان انا عندي الفي ماجنتيود والاي ماجنتيود، يبقى دلوقتي هطلع ماجنتيود الزد بس. يبقى انا عندي يا باشمهندسين الفي فيز 3.33 على الاي فيز 15، هيطلع ماجنتيود الزد بيساوي 22.22. انا مش عايز الزد، انا عايز الار والاكس. صح؟ انا عندي يا باشمهندسين زاويه الامبيدنس هي نفسها زاويه الباور فاكتور، فانا اقدر اقول ان الزد بتاعتي لما بتبتدي وزاويه 22.22 انجل 4.2.833، احول ده من ماجنتيود وزاويه لريال وماجري، هيطلع بيساوي 16.3 زائد جي 15.1. يبقى الار عندي بتساوي 16.3 والاكس 15.1. ده حل. في حل تاني؟ اقدر الباشمهندس بيقول ان انا اقدر اقول ان الاكتف باور بيساوي في سكوير على الار، بس دي بالفيز. تمام؟ انا اقدر من هنا اقول، او ممكن ان ده في سكوير على ار، ده انا اقدر الاسهل طالما مديك تيار اقول ان بيساوي الاي سكوير في الار، بس زي ما قلنا ده فيز، فعشان هو مديني الباور توتال يبقى دي 3 دي 3. او اروح اجيب الباور بير فيز نقسمها على 3. يبقى انا عندي هنا يا باشمهندس
الباور 11000 بيساوي 3 في 15 سكوير في الار. هطلع الار هتطلع بنفس القيمه. نفس الكلام يا باشمهندسين، عشان اطلع الاكس الكيو بيساوي 3 في سكوير على الاكس، وهي نفسها 3 اي سكوير في الاكس. بس خد بالك وانت بتحسب دايما ده بتاع الفيس مش بتاع اللاين. يعني من هنا هلاقي 10 1 9 8 بيساوي 3 في 15 سكوير في الاكس. نقدر نطلع الاكس هتطلع بنفس القيمه. اي سؤال يا باشمهندسين؟ اي سؤال؟ ان شاء الله نشوفكم بكره.